النهارده بقى انا معايا نموذج من ذوي القدرات الخاصه، يعني ولد كده ممكن نسميه موسيقار المستقبل او نسميه الموسيقار الصغير. هو طبعا بيقول ان المثل الاعلى ليه هو الفنان المرحوم عمار الشريعي. طبعا حبيبي اللي معايا بقى ده بطل في الكاراتيه، بطل اول جمهوريه كمان، حاصل على ميداليات لو الكاميرا تجيب طبعا وشهادات تقدير. تاني حاجه هو كمان بيدرس في المعهد العالي للموسيقى العربيه اكاديميه الفنون، وطبعا متميز دراسيا. يعني بصراحه لو انتوا تشوفوه هتحبوه جدا، رغم ان هو متحدي اعاقه بصريه ولكن كل المميزات دي فيه. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. إيه، انت عندك كام سنه يا احمد؟ 14. بتحب بقى انت البيانو وبتحب بقى تدرس البيانو ومتميز جدا في الكاراتيه وبطل جمهوريه، يعني انت ما شاء الله عليك بجد، فعلا انت بطل. يعني مين بقى اللي مثل اعلى ليك بالنسبه للفنانين؟ الفنان العظيم عمار الشريعي، وفي العزف عمار الشريعي، لكن في الكاراتيه بقى مين؟ كابتن سعيد عبد المسؤول. انت بتتدرب ازاي رغم ان انت عندك اعاقه بصريه بقى كاراتيه؟ دي حاجه بقى ايه بصراحه صعبه دي شويه. كابتن سعيد بيحاول اللي هو مثلا يدينا الحركة نظريا، بعد كده يحاول يعلمها لنا عمليا. طيب انت بقى بالنسبة بقى للموسيقى بقى اللي انت بتحبها، وان شاء الله كده اشوفك بقى عمار شريعي كده المستقبل ان شاء الله، ايه المقطوعة اللي انت بقى محضرها لي بقى دلوقتي عشان اسمعها؟ نسمع لنا الهوا الفيروز. طب يلا بقى يا بطل، ورينا بقى الجمال.